وبالتالي تضيع هذه الفرصة على نادي بنياس. وهنا ما زالت والخطورة مستمرة. ويا سلام يا فواز يا عوانة، هيا هيا هيا، الله الله، بخبرة السنين يا فواز، الله على هذا الهدف، من زمان يا فواز، من زمان يا فواز، هدف ولا أروع لبنياس. الله 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 على الخذولات، جملة جميلة يترجمها بنياس في شباك علي الحسني، في شباك عجمان. فواز عوانة يأتي بهدف في غاية الروعة، في غاية الجمال. نعم هدف خذوات، شوف اللمسات، شوف النقلات، شوف الكرة. 35 عاما لهذا اللاعب، خبرة كبيرة. شوف وضع الكرة، الله 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 على الكرة الماضية في غاية الروعة، هدف في غاية الجمال. هنا بنياس، هنا السماوي، هنا الكرة الجميلة، هنا هدف الموسم، هدف الموسم مع بداية الموسم، وهدف الجولة من الآن، هدف الجولة من الآن يا فواز عوانة. ترسل للأمام، موجودة الكرة، خطيرة خطيرة في منطقة الجزاء، ممكن جول، ممكن جول، جول يا نيكاتي، يوسف نيكاتي. هنا هنا بنياس يضرب باثنين، 2-0 لغاية الآن. بالفعل إن لم تسجل، يسجل في مرماك يا قران، يسجل في مرماك يا عجمان. نعم هدفين لغاية الآن لمصلحة عجمان. إذن هدف ولا أروع من يوسف نيكاتي. هذه الكرة التي أتت من اليمين بسرعة كبيرة جدا من السهيل النوبي، تتهيأ ليوسف نيكاتي، وبالتالي الكرة في المرمى. شوف المقاتل، شوف الذي يصنع الكرة الماضية. نعم هو المقاتل سهيل النوبي الذي هيأ الكرة الماضية على طبق من ذهب لنيكاتي، وبالتالي يسجل الهدف الثاني. الله 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 على هدف نيكاتي، ما أحلى في اللقطة الماضية. وفرحة الجماهير، فرحة الأنصار، يا جماله يا جماله في اللقطة الماضية. نعم الكرة الماضية ولغاية الآن. هنا لدينا كرة، جول، جول من كرة مباغتة، نعم لمصلحة عجمان. الآن يقلصون الفارق، شوف الكرة الرائعة والجميلة من وليد أزارو. هذا هو أزارو، وهذه كراته، هذا هو أزارو، وهذه محاولاته. شوف رمية التماس أتت مباشرة بعرضية رائعة جدا، وأزارو يسجل هدف ولا أروع في اللقطة الماضية بعد كرة جميلة جدا تهيأت عن طريق لثير البرازيلي، من البرازيل المغربي لشباك بنياس. دا سيلفا سوزا هو الذي أنقذ الكرة الماضية. وهنا لدينا كرة في منطقة الجزاء خطيرة، والمحاولة ما زالت، جول 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 الأرجنتيني. نعم بيزا هو من يسجل بهذه الصورة الرائعة والجميلة. الأرجنتيني يأتي بالهدف الثالث لمصخوان بوزا، خوان بوزا، خوان بوزا. نعم هو من يسجل الهدف الثالث لمصلحة بنياس، هدف في غاية الروعة، في غاية الجمال. هيئت الكرة بصورة ولا أجمل ولا أروع من أزار ماركوفيتش، وبالتالي سجل الهدف الثالث لعجمان والهدف الثاني له على المستوى الشخصي. شوف الكرة، وصلت الكرة هنا مباشرة لأزار، وأزار يصنع كرة، وبيمين الأرجنتيني كرة من نار لمصلحة بنياس. نعم يسجلون الهدف الثالث ويكسبون 3 نقاط بهذه الصورة، بهذه الكيفية. السماوي على أرض صعب الميراث، هنا
بنياس صعب المراس. لا 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 بنياس يملك من الأوراق ما يكفي من أجل أن يكون مواصلا مشواره بصورة كبيرة جدا.